إخوتنا إخوات الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي ننقلها لكم تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب كريم. نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح ومحافظة الشرقية، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم.
كلا إن كتاب الأبرار في عِلِّيِّينَ وما أدراك ما عِلِّيُّون وما أدراك ما عِلِّيُّون يشهده إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك
وفي ذلك فليتنافسين على الأرائك يا على وفي ذلك فن وتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني يشرب بها المقرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قرأ
كلا إن الإنسان ليطغى رغيت الذي ينهي عبدا إذا صلى رغيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى رغيت إن كذب وتعلى أرغيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرغيت كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر ولله الحمد بسم فليعبدوا رب هذا البيت الذي
الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. فتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. هكذا إخواتنا إخوات الإيمان والإسلام، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها على مسامع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلت وإذاعة لكم على أحدث مقدرات الصوت والضوء والمعرض الفني للفراشة الحديثة، إدارة الحاج كرم مجاهد وأولاده المقيم بسنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية. حضرات السادة المعزين الكرام، بانتهاء هذه التلاوة القرآنية المباركة شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.